علم التشريح المقارن دراسة مقارنة لهياكل الأجسام الأنواع المختلفة من الحيوانات من أجل فهم التغيرات التكيفية التي مرت بها أثناء التطور من أسلاف مشتركة. منلاحظ أنه الإنسان عنده إيد، هاي معلومة جديدة بتوقع ما حدا بيعرفها. مهم، الإنسان عنده إيد والقطط عندها إيد أو قائمة كمان، لكن الإنسان تكيف استخدام اليد من شان الأكل والشيل وهالقصص كلياتها. أما القطط فتكيفت للمشي والتسلق باستخدام تلك القائمة. مع العلم أن التركيب التشريحي لهي الأعضاء هو واحد، رح نحكي بفيديو اليوم عن أصل علم التشريح المقارن وكيف اكتشفوه وهي القصص كلياتها، فخلوكو معنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم شباب وصبايا؟ واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد، واليوم رح نحكي عن أصل علم التشريح المقارن. غالباً أنت يلي وصلت هاي الدقيقة طالب طب أو حدا مهتم بالتشريح وهي القصص أو غير هيك فشكراً، فاشترك بالقناة لأن صدقني رح تشوف كتير شغلات من شغفك. ما بدي طول عليكم، فيلا خلونا نبدأ. عالم الطبيعة الفرنسي بيير بيلون أظهر عام 1555 أن الهياكل العظمية بين البشر والطيور شيدت من عناصر متماثلة مرتبة بنفس الطريقة. يا لطيف، خلينا نتفق أنه بوقتها هذا كان شيء غريب، لأنه شكل البشر كتير مختلف عن شكل الطيور. فمن هذه البداية المتواضعة رح تبدأ قصتنا، واللي هي بداية ظهور علم التشريح المقارن. تقدمت المعرفة بعلم التشريح المقارن بسرعة كبيرة في القرن الثامن عشر بسبب عمل اثنين من علماء الطبيعة الفرنسيين، جورج لويس لوكلير كون دي بوفون، لا هذا اسم واحد من الاثنين، ولويس جان ماري دوبنتون، اللذان قاما بمقارنة التشريح مجموعة واسعة من الحيوانات. وفي أوائل القرن التاسع عشر عالم الحيوان الفرنسي لا حول ولا قوة بالله كلين فرنسي، وضع جورج كوفيه المجال على أساس أكثر علمية من خلال التأكيد على أن الخصائص الهيكلية والوظيفية للحيوانات ناتجة عن تفاعلها مع بيئتها. حلو هالحكي كتير، يعني مثل ما حكيت يا عزت بالبداية، يا عيني عليك. رفض كوفيه أيضا فكرة القرن الثامن عشر القائلة بأن أعضاء مملكة الحيوان مرتبة في سلسلة خطية من الأبسط إلى البشر. بدلا من ذلك قام كوفيه بترتيب جميع الحيوانات في أربع مجموعات كبيرة: الفقاريات، الرخويات، المفاصل، وأخيرا الإشعاع، وفقا لخطة الجسم أو شكل الجسم وتركيبه بالأحرى. كان عالم التشريح البريطاني السير ريتشارد أوين في منتصف القرن التاسع عشر شخصية عظيمة أخرى في هذا المجال، التي لم تمنعه معرفته الواسعة ببنية الفقاريات من معارضة نظرية التطور عن طريق الانتقاء الطبيعي التي طورها عالم الطبيعة البريطاني تشارلز واشتهر بها داروين. استخدم داروين علم التشريح المقارن على نطاق واسع في تطوير نظريته، وأحدث ضجة كبيرة في هذا المجال من خلال شرح الاختلافات الهيكلية بين الأنواع باعتبارها ناشئة عن أصلها التطوري عن طريق الانتقاء الطبيعي من سلف مشترك. والصورة اللي أمامكم حاليا تمثل التماثل بين الفقاريات. لاحظ شكل عظم العضد عند كلا الكائنين. منذ زمن داروين ركزت دراسة علم التشريح المقارن بشكل كبير على هياكل الجسم المتجانسة، أي تلك الموجودة في الأنواع المختلفة التي لها نفس الأصل التطوري. بغض النظر عن وظيفتها الحالية، قد تبدو مثل هذه الهياكل مختلفة تماماً وتؤدي مهاماً مختلفة، ولكن لا يزال من الممكن إرجاعها إلى بنية مشتركة في حيوان كان سلفاً مشتركاً لكليهما. يلا طيب شو صار؟ على سبيل المثال، القوائم الأمامية بين البشر والطيور والتماسيح أو الخفافيش والدلافين والقوارض تم تعديلها عن طريق التطور لأداء وظائف مختلفة. فالإنسان يستخدم يده لأسباب معينة، والطيور تستخدم يدها أو أجنحتها
لأسباب معينة مثل الطيران وهي القصص والدلافين لسبب والقوارض لسبب وإلى آخره، ولكنها جميعا يمكن عزوها تطويريا حيث أن الترتيب الأساسي للعظام هو واحد. حبيت فيديو اليوم أن يكون خفيف لحتى تفهموه وتعرفوا بالضبط منين إجى علم التشريح المقارن، يلي لولاه كان اليوم الحالي جسم الخيل والأبقار والإنسان وإلى آخره مجهول. كنت معاكم أنا عزت من قناة طبائع الحيوان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.